السلام عليكم، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحه وفي سلامه وفي سعاده. قبل ما نيجي نشوف هنتكلم على ايه النهارده، الفيديو بتاعنا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، النهارده عامله لكم ريفيو عن المرتبه التاكي. زي ما انتوا شايفين كده، كان في ناس سالتني جايباها منين وجايباها بكام. تمام، مرتبه تاكي دي يا جماعه اختراع عظيم. طبعا السوست وكده، وفي منها انواع كتير قوي، في منها انواع كتير قوي. ده اسمه جولدن، النوع ده اسمه جولدن زي ما انتوا شايفين كده. دي انا جايباها من رنين، المرتبه دي انا جايباها من رنين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السرير ده حديد من ايام جدادنا وجداد جدادنا، يعني من ايام الفراعنه يعتبر. السرير ده حديد وعاملينه ومن تحت حديد سوسد كده بتاع زمان. استنوا كده احاول اوريه لكم. بصوا سوسد بتاع زمان دوت، شوفوا احلى حاجه ان هو عالي، ممكن احط حاجه تحت السرير كده زي ما انتم شايفين. ده حديد وانا عامله له الواح، ما بياخدش الواح زي السرير التانيه، يعني انا حاطه واحد هنا وواحد هنا وثلاثه في النص زي ما انتم شايفين كده، وحطيت ده على الحديد الكيس البلاستيك بتاعه ده. طبعا زي ما انتم شايفين كنت هجيب كفر بس ما جبتش عشان المرتبه غامقه مش مستاهله، يعني مش من النوع الفاتح، وعجبتني جدا جدا جدا. تيجي بقى نشوف بكام المرتبه دي. كان نازله عرض في رنين من 2000 جنيه، تخيلوا بقى خدناها بكام. خدناها ب 1300 جنيه. تابعوا العروض يا جماعه وهتلاقوها ان شاء الله، وتقدروا تجيبوها لما تتابعوا العروض بتاعت رنين اللي هو عرض الساعه، عرض الساعه. بس قولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات. بصوا دي اوضه معيشه، دي اوضه معيشه، التلفزيون بقى والقعده والاكل والشرب وكل حاجه ماشي زي ما انتم شايفين. بصوا جميلة وحلوة، وبصراحة يعني احلى حاجة بقى، ثانية واحدة كده هوريكم بقى الملاية. بصوا يا جماعة بعد ما فرشت الملاية عليها بجد بجد زي السيف، زي ما بيقولوا لكنها مكوية، وانا مكويتش يعني الملاية ولا حاجة. الملاية جايباها من الدولاب حطها على السرير على طول. بصوا بصوا يا جماعة، اول مرة افرش ملاية كده، كنت حاطة المرتبة القطن، كان بلاقي الملايه مرهرطه كده ونازله على الارض، وما كانش بيبقى منظرها حلو زي المنظر ده كده. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم على المرتبه تاكي جولدن. لما تروحوا تجيبوها قولوا عايزين مرتبه جولدن، عشان المراتب دي انواع كتير قوي قوي قوي. يا رب تكونوا استفدتوا معانا بالفيديو الصغنن دوت، وده ريفيو خفيف كده على مرتبه تاكي جولدن من رنين، كانت عاملة 2000 جنيه حالا، جبتها ب 1300 جنيه زي ما انتم شايفين كده. يا رب تكونوا استفدتوا معايا. لو عجبكم الفيديو الصغنون دوت وعجبكم المعلومة ديت، والله يا جماعة أنا لما بجيب حاجة ما ببخلش على أي حد بأي معلومة، يعني حاجة بسيطة أهي تمام، بس بحب أفيد الناس وأفيد. يعني أنا كنت واحدة محتارة أجيب أنهي مرتبة وأجيب أنهي نوع، عشان أنواع كتير قوي. تمام، انا قلت له انا عايزه نوع يستحمل اوضه المعيشه، قعاد بقى ونوم وأوامان وفرجه على التلفزيون، وزي ما انتم عارفين بقى اوضه المعيشه بتبقى عامله ازاي. هاي تمام، والتكييف بقى والستار. ايه رايكم في الستاره ديت؟ بحب كده الحاجات دي المنعنشه كده، وانا قاعده كده في الاوضه كده حواليا كده كله منعنش منعنش. التغيير حلو يا جماعه، التغيير مطلوب. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده في الفيديو الجميل الصغير دوت، وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع قناتي يوميات لولو لهلوبة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله. معلش يا جماعه قفلت الفيديو، بس في معلومه مهمه نسيت اقولها لكم. تمام، السرير بعد ما فرشته اهو زي ما انتم شايفين، السرير ده 120، السرير ده 120. بصوا بقى المخدات دي انا حطاها ليه، لان المرتبه اول ما بتيجي ما بتديكيش مقاس السرير بالظبط، لازما بتقعد ترقص كده
تقعدي عليها تفضل رايحه جايه تطلع تنزل. فلقيت الحته اللي عند السرير دي في الاخر دي فاضيه زي ما انتوا شايفين كده، بصوا لقيتها فاضيه هنا كده، بص المسافه بين المرتبه والسرير. فروحت غرز المخدات اللي انتوا شايفينها دي القطن ديت. قولوا لي ايه بقى رايكم في الفكره دي. وبعد كده المرتبه ديت بتفرش، يعني بتجيب اكتر من سرير متر وعشرين. بعد كده بتلاقيها تنزل كده وتفرش معاكي. معلش قلت اما اقول لكم المعلومه ديت. ده السرير بعد ما اتفرش زي ما انتوا شايفين. الخداديات طبعا هتقول لي الخداديات مش هي ليه الخداديات، بعمل لها اكياس لوحديها، لان الخداديات بتاعه السرير بتبقى كبيره قوي يا صغيره قوي، فانا ما ممكن ما استعملش الخداديات اللي جايه مع السرير مع الملايه، بعمل لها خداديات لوحديها، بحب تبقى متحكمه كده. يا رب تكونوا استفدتوا معايا.